طيب بسم الله، عايزين بقى نشوف ازاي نعمل ايه اي او اس ريكفري. نقصد بيها ايه؟ ماذا لو الاي او اس اللي جوه الفلاش اللي عندنا كان واقع مش موجود اصلا؟ يعني الديزاين بتاعنا كالاتي: راوتر سيسكو، المفترض ان هو جواه في الفلاش بتاعه ملف امتداده ايه، دوت بين، صح كده؟ والمفترض ان البوت ستراب اللي بيشتغل في البدايه بيعمل ايه؟ البوت ستراب اللي بيشتغل في البدايه بيبص على الفلاش ويدور جواه على ملف دوت بين. طب افرض بقى ما لقاهوش الملف ده، اصلا ملوش وجود، انت بقى مسحته، الفلاش اتفرمت، كتبت الكوماند ده اريز، او الكوماند ده بيعمل ايه؟ بيمسح لك كل محتوى الفلاش، بيفرمطها اريز فلاش، كل اللي فيه هايتي. طب الجهاز بقى لما يشتغل ايه اللي هيحصل؟ كأن عندك ويندوز ساقط على الجهاز بتاعك، مفيش ويندوز، هيخش على ايه؟ البوت ستراب بعد ما بيدور في الفلاش ما يلاقيش الاي او اس، يدور في تي اف تي بي سيرفر، لو مفيش يروح يشغل ايه بقى؟ الميني اوبريتنج سيستم، اللي هو احنا قلنا عليه المره اللي فاتت، اللي هو الايه؟ الرومن. تمام كده؟ عشان كده لو الويندوز وقع هيشتغل على الرومن. طب وبعدين احنا بقى عايزين ننزل ويندوز من جديد، ننزل اي او اس من جديد. ايه هي الطرق اللي انا هشحن بيها اي او اس للفلاش ديت؟ في عندنا طريقتين: الكونسول، طريقه عن طريق الكونسول ميثود، تمام كده، وطريقه عن طريق تي اف تي بي سيرفر. تعالى كده نشوف الطريقتين واحده واحده. المفترض هنا ايه؟ الفلاش فاضيه، خليني احطها لك على اليمين كده، الفلاش اهي موجوده اهي، وللاسف ما فيهاش الاي او اس اللي احنا محتاجينه، ده الاي او اس بتاعنا، وانا عايز انزل. انا خلاص، هو احنا عشان نوصل للراوتر ده وننقله داتا محتاجين ايه؟ ممكن ننقلها ازاي؟ بكابل الكونسول، اقوم جاي موصل كابل الايه؟ الكونسول، واوصل بيه جهازي زي ما انت شايف، واكون انا حاطط في فولدر ما على الجهاز ده نسخه من ملف الاي او اس اللي هو دوت بين، اللي انا عايز ازرعه هنا جوه ايه؟ جوه الفلاش. دي كده الفلاش. اه، في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب انا كده عايز اعمل ايه بقى؟ عايز عن طريق كابل الكونسول انقل داتا. طول عمرنا متعودين ان احنا عندنا بروتوكولات لنقل الداتا عن طريق النتورك، يعني جهاز دي اي بي وجهاز دي اي بي، والفتحات دي ار جي 45 زي ما احنا متعودين، واصله كده وواصله كده، واحنا عايزين نعمل فايل ترانسفير. فكان عندنا بروتوكول مايكروسوفت اخترعته اسمه اس ام بي، وفي شفناه الاف تي بي، في عندنا كمان التي اف تي بي، صح كده؟ دي بروتوكولات لنقل داتا اوفر اي بي نتورك، يعني نتورك شغاله بالاي بيهات وكده، من سورس اي بي لديستنيشن اي بي. لكن هنا كابل الكونسول ده الفتحه دي اصلا ما بيبقاش فيها اي بي، وفتحه الكونسول دي ما لهاش اي بي، فما ينفعش تستخدم حضرتك اي بروتوكول من البروتوكولات دي عشان تنقل داتا من النقطه دي للنقطه دي. عشان كده في بروتوكول اسمه اكس مودم، هو ده اللي انا هستخدمه دلوقتي عشان انقل فايل من الفتحه اللي هي السيريال اللي هنا لفتحه الكونسول اللي هنا. تمام كده؟ طيب خلي بالك، كابل الكونسول بطيء جدا، احنا هنا عندنا الكابلات في منها 10، في منها 100، في منها 1000، صح كده؟ فاست ايثرنت وجيجا ايثرنت وهكذا. ده كابل الكونسول ده حضرتك سرعته في الضياع، سرعته كام؟ 9600 بايت. اتاكد بس من الرقم ده، ده سرعه في الضياع. بص احنا لو دخلنا على برنامج تولز، سيسكو تولز، فتحنا مثلا برنامج زي هايبر تيرمينال،
يا عم ده مش جايب لي هنا، تعالى اوريلك على الباكت تريسر. بص بص على الباكت تريسر، لو سيادتك وصلت راوتر اهو وقمت جاي رابطه بكابل الكونسول عشان تنقله فايل او تعمل له كونفيجريشن، ادي كابل الكونسول اهو ووصلته هنا في الكونسول. تعال بقى على الجهاز بتاعك ده، افتح برنامج التيرمينال. بص بص 9600 بيتس، حتى مش بايت، 9600 بيتس. ده 9600 بيتس دي معناها ايه؟ يعني 9 كيلو، يعني مش مكمل اصلا. ايه ويا عم، لو انت هتزود سرعته، يعني لو هو بيسبورت كل السرعات اللي قدامك دي، ده ايه ده؟ ده 115000، يعني 115 كيلو، حاجه تافهه. عشان كده لو انت استخدمت الطريقه اللي انا بشرحها دي، ما هو ده كابل الكونسول ده المفترض مخصص ان انت تعمل بيه كونفيجريشن، يعني اعدادات، بتبعت ليترز حروف، مش تبعت لي ملفات وتنقل داتا. بس احنا عارفين الملف الاي او اس اللي احنا هنبعته ده بيبقى ايه، 50 ميجا، 100 ميجا، 150 ميجا، مش حاجه كبيره قوي يعني. وبعدين فين وفين لما احتاج اعمل حاجه زي كده؟ فعشان كده ايه يعني سرعته زي ما انت شايف، مش محتاجين سرعته تبقى عاليه. فهنا بقى لو انا استخدمت الطريقه دي عشان انقل الملف ده واحطه هنا، هياخد وقت شويه، بالذات لو الملف ده حجمه كبير. طب بعمل ايه بقى عشان انقل؟ بص يا سيدي، اقوم جاي ايه، ها داخل على الراوتر. طبعا لو دخلت على الراوتر هيدخلني على ايه؟ على الروم اهو. هفكرك كنا بنخش على الروم ازاي المره اللي فاتت، كنا نطفي الجهاز وهو بيشتغل، شغله تاني وهو بيشتغل، ندوس كنترول ايه، سي. اصلا لو مفيش اي او اس هو لوحده هيخش على الروم، تمام كده. وبعدين وانا في الروم اكتب بقى ايه، اكتب الكوماندات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. اقول له ايه بقى وانا في الروم؟ اقول له اكس مودم، يعني انا عايز انقل لك ملف بالايه، بالبروتوكول الاكس مودم ماينس سي، انا عايز اكوبي ليك ملف بالاكس مودم مسافه، وادي له اسم الملف اللي هو دوت بين، اللي هو اصلا موجود فين عندي في الفولدر بتاعي، ادي له اسمه وادوس انتر. هو في حقيقه الامر الكوماند ده مش هينقل الملف يحطه هنا، امال ايه؟ الكوماند ده هيفرمت الفلاش ويهيئها ويجهزها لاستقبال الملف اللي انا حددت ايه، حددت اسمه. وبعدين بقوم جاي ايه، البرنامج اللي انا داخل بيه كونسول هنا، اقوم جاي قايل له طب بص يلا بقى يا عم كوبي فايل، انا عايز اكوبي فايل ده من البرنامج بقى اللي انا داخل بيها. فين الفايل ده؟ اقوم جاي عامل براوز واختار المكان اللي فيه الفايل، واقوم جاي بعته للايه، بعته للراوتر، ويبدا بقى ينقله. بس هينقله بايه؟ 9600 بيتس في الثانيه. طب تعالى، احنا مش هينفع للاسف نطبق الموضوع ده عملي ولا على الجي ان اس 3 ولا على الباكت تريسر، فعشان كده انا حطيت له فيديو. راح فين البتاع اللي احنا قلنا فيه؟ حطيت له فيديو صغير كده، وبرده فيديو للطريقه الثانيه. ورك ماتيريال، احنا فين؟ اي او اس، مش بس ريكفري، اي او اس ريكفري. بص الفيديو ده طريقه ايه، طريقه التي اف تي بي. ودي طريقه الاكس موديل، عايزين الاكس موديل. اكس موديل
بص هو انا بيشرح، خلينا نخش في الجد على طول. الجد على طول هيعمل ايه؟ بص هو هيدلت الفلاش عشان يحاكي ان الاي او اس ايه وقع، وهيمسح الملف اللي في الفلاش. طبعا كده الجهاز لما هيشتغل هيخش في الروم. خد بالك هو دلوقتي داخل على الراوتر ببرنامج اسمه تيرا تيرا، ده شبه البوتي اللي احنا شفناه. طب بص بقى هيعمل ايه دلوقتي؟ كتب ايه؟ اكس مودم ماينس سي، وبعدين الامر ده معناها ايه؟ يا فلاش جهز نفسك وفرمت نفسك لاستقبال الملف ده ببروتوكول الاكس مودم. طب هيعمل ايه؟ بص بص بيقول لك انت متاكد الكوماند ده هيفرمت الفلاش وهيفور كل اللي فيها وهيجهزها لاستقبال الفايل. يس اهو بيقول لك ان هي ريدي لاستقبال الفايل دلوقتي. اقوم جاي داخل في فايل وبص هخش فين؟ سند. سند ايه؟ ها سند فايل او ترانسفير. هو هينقل بس يمين شويه فايل ترانسفير ببروتوكول ايه؟ الاكس مودم عايزه سند. فين الملف؟ هيبراوز الملف. اها اختار المكان اللي فيه الملف اوبن. بص بقى هيبدا ينقل بقى، واتفرج بقى بقى على البطء الرهيب اللي بينقل بيه بالبايت، السرعه بالبايت، ولسه لحد دلوقتي 0%. سيبه بقى يعيش حياته. دي اول طريقه، تمام كده. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية هنحتاج فيها الكونسول وفتحة ار جي 45 الاثنين مع بعض، تمام؟ دي هتبقى اسرع. اه طبعا. بص يا سيدي احنا هنوصل كابل الكونسول عادي جدا، بس مش هستخدمه عشان انقل من خلاله الفايل. امال هعمل ايه؟ اقوم جاي على اول فتحه عندي في الراوتر، لازم اول فتحه. يعني انت لو عندك اف 0 على 0 واف 0 على 1 اف 0 على 0 جاي موصلها باحد الاجهزه اللي عندك. ممكن يبقى نفس الجهاز يعني، بس هنا فتحه سيريال وهنا الفتحه، بس انا عشان الفهم يبقى احسن يعني هوصلها بجهاز تاني، ويكون الجهاز ده شغال تي اف تي بي سيرفر. شفنا احنا المره اللي فاتت ازاي نشغل جهاز تي اف تي بي سيرفر، ونكون حاطين جواه فولدر. ها والفولدر ده جواه الملف اللي هو دوت ايه؟ دوت بي. بص بقى اكيد تي اف تي بي سيرفر ده هيبقى ليه اي بي. الاي بي بتاعه كام؟ مثلا 10.0.0.50 مثلا. طب خد بالك انا نظام التشغيل اللي هنا اصلا ايه؟ واقع. انا شغال هنا على ايه دلوقتي وانا داخل كونسول؟ شغال على ها الرومون. وعشان انا انقل ملف اوفر نتورك من هنا لهنا، اولا لازم الفتحه دي يبقى ليها اي بي. يبقى انا عايز طريقه تخليني وانا جوه الرومون ادي الفتحه دي اي بي. راوتر انترفيس اي بي، صح كده ولا ايه؟ هل في كوماند اكتبه جوه الرومون يدي الفتحه دي اي بي؟ احنا متعودين على الكوماندات اللي جوه الاي او اس الايه؟ العادي. لكن في الرومون هل في حاجه تعمل كده؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه. طب اه في، بعد ما ادي كوماند للفتحه ديت عايز اعرف الراوتر ده الاي بي بتاع التي اف تي بي سيرفر اللي هيروح ياخد منه نسخه الايه؟ الاي او اس. فلازم اعرفه التي اف تي بي سيرفر اي بي. كل ده هعمله وانا داخل ايه؟ يعني انا هستخدم الكونسول لمجرد بس ان انا اعرف ده السكه اللي توصله للتي اف تي بي سيرفر، بدل ما كنت هنقل الاي او اس عن طريق الكونسول، لا هنقله عن طريق التي اف تي بي. طبعا ده هيبقى سرعته ايه؟ 10 100 1000، فسرعته هتبقى عاليه وناخد وقت اقل ايه؟ اقل بكتير. وصلت لحد دلوقتي؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب ده اللي هو 10 0 0 محتاج اعرفه تي اف تي بي سيرفر اي بي. محتاج اعرفه ايه؟ محتاج اعرفه اسم ملف
الاي او اس اللي متخزن هنا مش ممكن يكون الفولدر ده جوه ملفات كتير، يبقى انا لازم اعرفه الاي او اس فايل نيم. هخزنه عندي فين انا؟ في الفلاش. هخزنه بنفس الاسم ولا باسم مختلف؟ يبقى لازم ده عند السيرفر وده اللي هو هيتخزن لوكال عندي. هجيب مين انهي ملف من السيرفر واخزنه لوكال عندي بقى ايه؟ الاعدادات دي كلها لازم نظبطها عشان نقدر ناخد ملف من هنا لهنا. وهدي الاعدادات دي وانا داخل ايه؟ وانا داخل برضه للاسف مش هنعرف نعمل التدي على الباك تريسر، بس تعالى اوريك الكوماند ده كيف مش هيشتغل. احنا قلنا هنوصل كابل كونسول ولا الجين اس 3 ونوصل كابل ونوصل سيرفر. بص بانهي فتحه تحديدا؟ باف ايه؟ باف 0 على 0 تمام كده. واجي ادي الفتحه دي مثلا 10.0050 وبعدين اقوم جاي هنا كده على ده اف 0 على 0 ده كده ادي له 10.0050. يبقى انا عايز ادي مثلا الفتحه دي 10.001. بس احنا للاسف هنا كده انا داخل جوه الروم وانت داخل جوه الروم تلاقي الفتحه دي واقعه. بس في الحقيقه حتى لو انت داخل جوه الروم تلاقي الليد دي منوره وشغاله، لكن على اللي عامل باكيت تريسر مخلي الراوتر وهو جوه الروم الفتحه دي قافله. طالما قافله يبقى مش عارف انقل ليها ملف، ومفيش هنا كوماند من الروم يشغلها. في كوماند هديلها اي بي لكن يشغلها لا. فعشان كده الطريقه دي مش هنعرف نجربها على ايه؟ على الباكيت تريسر. تمام كده. اكتب ايه بقى حضرتك؟ اقوم جاي كاتب الكوماند ده تي اف تي بي دونالد. يعني انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل داونلود لملف من تي اف تي بي سيرفر. هيقول لي ايه؟ انت هتهرج؟ ازاي عايز تنقل ملف من تي اف تي بي سيرفر وانت ما حددتش له حاجه اي بي وما عرفتنيش اي بي تي اف تي بي سيرفر وما عرفتنيش اسم الملف؟ فعشان كده هو مشكورا انا جاي عامل ايه؟ قام جاي مطلع لي البيانات. قال انا محتاج عشان اقدر انقل الملف ده تديني البيانات دي. اقوم انا واخد الملف ده زي ما هو حطه في ملف تكست اهو يا سيدي، ملف تكست تمام، واملاه له البيانات دي اي بي ادرس. المفترض الاي بي ادرس اللي هنديه للراوتر كام؟ 10.0.0.1. طب الماسك اللي هتديه له كام؟ لازم ياخد اي بي وماسك زي 255.255.0.0.0. طب الجيت واي هيبقى مين؟ ممكن ما اكتبش جيت واي او ممكن احط الاي بي بتاع الراوتر. احنا عاطين الراوتر 10.0.0. انا بس ارجع للرسمه، هو المفترض ده واحد احنا مش حاطين اصلا، فممكن اسيبه اكتبه اي حاجه 200 مثلا. التي اف تي بي سيرفر، تي اف تي بي سيرفر كام؟ 10.0.0 10.0.0.50. اسم الملف اللي هتجيبه منه المفترض حاجه دوت بين، يعني مثلا ار 1 اي او اس دوت بين. شوف انت بقى مخزنه على السيرفر بايه. واقوم جاي واخد البيانات دي زي ما هي كده من اول فوق كده كوبي وارجع احطها تاني جوه ايه؟ جوه ده. بص انتر قبلها. طب وبعدين بص قام جاي بقى كاتب له المفترض يعني ان هو يكونكت ويعرف اذا كان الفايل ده موجود ولا مش موجود. والمفترض لما اكتب بقى تي اف تي بي دونالد دلوقتي يشتغل معايا، بس برضو مش هيشتغل. تعالى بقى اوريها لك في فيديو نفس اللي انا عملته ده في فيديو. خلاص احنا مش عايزين الملف ده في حاجه، هقفله دونت سيف وامسح تي اف تي بي. افتح الفيديو كده ونتفرج عليه. نجري بقى كل ده عشان نكسب وقت. هو هنا بيشرح واحنا نخش على التطبيق العملي على طول. اهو بص هو دلوقتي في الرومان، مش دي شويه البيانات اللي احنا كنا حاطينها في ملف تكست من شويه؟ اهو بيكتب اهو خلص اهو فايل نيم والسيرفر بتاع الدي اف تي بي والجيت واي والدنيا دي كلها.
وبعدين هيكتب تي اف تي بي دوت اوتوماتيك. شفت اللي حصل هنا الدنيا اشتغلت ازاي؟ وحاليا بص هيبدا يكابير دلوقتي. بص طبعا زي ما انت شايف الدنيا هنا ايه اسرع بكتير اهي. ازاي بقى التاني ده في القطع العملي؟ يعني خلص اهو. في اي سؤال؟ ده لو انت خد بالك بس من حاجه مهمه، انت دلوقتي عندك الراوتر بتاعك ما فيهوش اي او اس، مش هتروح تجيب له اي او اس وتحطه، لازم تجيب اي او اس يكون الاي او اس ده بتاع موديل الراوتر اللي عندك. يعني مثلا ما ينفعش تروح على راوتر تاني تاخد الاي او اس اللي فيه وتحطه هنا، لازم يكون بتاع نفس الموديل. في اي سؤال؟ اوقف الفيديو ده على فكره.